نفس المرء خطاه إلى أجله. يا ابن آدم، أنت في هدم عمرك منذ أن ولدتك أمك. يا ابن آدم، إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فسرعان ما تلتقيان. فالعمر الذي يذهب لا يعود، فما الذي أعمل وقد ضيعت عمري في الموبقات؟ الجواب على ذلك يعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: اغتنم ما بقى. الآن تب إلى الله واغتنم ما بقى من عمرك. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه. إذا واحد في نهاية حياته، آخر سنة، آخر 10 سنوات من حياته، أصبح من الصالحين وأعطى حقوق الناس وبدأ يعطي حقوق الله واهتم بآخرته، الله ما يحاسب على الماضي. ومن أساء فيما بقي من عمره، سنوات الأخيرة من حياته أساء فيها، أخذ بالأول والآخر، الله يؤاخذه ويحاسبه على الماضي وعلى هذه الأيام الباقية من حياته. فإذا اهتم بنفسك الآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى لو في نهاية عمرك، حتى لو في نهاية حياتك، أقدم على الله عز وجل وأنت تائب، أقدم على الله وعملك صالح.